خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد سبعي. الحلقة ديال اليوم غادي نتكلموا فيها حول ردة فعل رسمية من الجزائر حول خطاب الملك ومبادرات يعني الملك من أجل تطبيع العلاقات مع الجزائر. غادي نشوفوا أول رد رسمي وأخيرا يعني شي جريدة من الجرائد المعروفة في الجزائر تعلق وتنقل لنا خبرا أو تعليقا عن مصدر رسمي غادي نشوفوه في هذه الحلقة. سنتكلم كذلك ولو من باب التطليعة كما عودناكم في بعض الحلقات على واحد التدوينة تتكرر عند مجموعة من الجزائريين حول شروط الجزائر من أجل إعادة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها، وغادي نتكلم حول واحد الاعتجاج من نوع خاص في إحدى المدن القريبة الحدودية مع تونس على تردي الأوضاع الاجتماعية المزدرية في الجزائر. خدنا تبعنا من الأول حتى الأخر، ما تنساوش أبوني اشتراك تفعيل الجرس. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة قبل من ندخلوا معكم تفاصيل الموضوع حول يعني التعليق الرسمي ديال الدولة الجزائرية حول مبادرة الملك وكذلك خطاب الملك. خلوني نوريكم واحد المنشور ديال واحد الجزائري. هذا المنشور الذي يتكرر شفتوا بزاف ديال التعليق وكذلك شفتوا بزاف ديال المنشورات وكأنهم يعني دايرين كوبي كولي وكيلوحوا. يتكلم هذا الكورغولي حول شروط لقبول العلاقات مع المغرب، يعني شروطي بحال بلي انا بحال كيبارطاجيوها ببعضياتهم او كيديروا كوبي كولي. مواطن جزائري يقول: شروطي لقبول علاقات مع المغرب إعادة شرق نهر ملوية وجنوب شرق وادي درعا، يعني وجدة أبغوها ترجع لهم كلها. منحنا بعض الأراضي والجزر كهدية. مزيان بابو ما تمعتوا بزاف. استقلال الصحراء الغربية. إيه زيد. منحنا الحق الحصري في ميناء طنجة وأكادير. علاش ما زدتوا معكم كازا والمرسى ديال مراكش؟ راه تا مراكش فيه المرسى والميناء ديال الرشيدية. قطع العلاقات مع اليهود وطرد الجيش اليهودي وطرد الشعب اليهودي. وقيل كان عليكم ديروا لنا حنا قطع العلاقات مع المغرب، حنا نقطعوا العلاقات مع المغرب ونطردوا الجيش المغربي وكذلك طرد الشعب المغربي من المغرب. حرق كافة مزارع المخدرات وكذا الاعتذار. ما قلتيش لينا شحال بغيتي في الصداق، بغيناك تقول لنا شحال بغيتي في الصداق. والحنة بغيتيها عبار ولا بكية؟ القفطان يعني القفطان واش بغيتيه مطروز ولا غير عادي؟ وقول لنا يعني الحاجة بيتيها جوج من الحاجة ولا حاجة وحدة كافياك. الدفوع باش بغيتي نجيبوه لك، يعني نجيبوه لك باللعابات ولا بالدقيقية. ما تكلمتيش علينا هاد الدفوع كامل نجيبوه لك في الطبوقة، يعني الطبوقة نظيرة الثقافة ديالنا الأصيلة، أو نجيبوه لك في الضيافر. يعني ما قلتيش لنا هاد الأمور كلها كيفاش بغيتي نجيبوها. والصداق شحال فيه؟ راه هادشي راه والله الا قسمي لهاد الناس حماق وعلى رقبتي لحماق، خصوصا بعد الخطاب ديال الملك اللي هو خطاب ديال ملك. راه ملك راه ما كتعرفوش ما معنى ملك، لانهم ما مجربينش، ما عندكمش واحد الكونتاكت مع الملكيه ومع اخلاق الملك. يعني مهما قلتم فيه ومهما اتهمتوه والكلام الخيب كله اللي قلتيه لكم يسجل عليكم دائما الاهداف وغير بالفن. اليوم الصحف العربيه كلها تتكلم، سواء المصريه او الاردنيه او السعوديه او يعني مجموعه من الجرائد، تمنت عاليا هذا الخطاب الجريء من ملك المغرب. وتجي انت يا بني كرغل الذي لا تفهم شيئا في اخلاق الملكيه واخلاق الملك ديالنا، وتجي تقول هاد الكلام وهاد التخربيق يعني اللي ما منه شيء. نجيو الاول يعني اول تعليق حكومي رسمي من الدولة الجزائرية نقلته لنا الشرق، وغادي نضحكوا شي شوية على هاد الرد. قال لك: قال مصدر قريب من ملف ها هو مصدر جزائري لا تعليق على خطاب محمد السادس لأنه لا حدث.
كيقول لك الشروق قال مصدر قريب من ملف علاقات مع المغرب الاثنين في اول رد بشان موقف الجزائر من خطاب العاهل المغربي محمد السادس بانه لا حدث. وقال في سؤال لموقع الشروق اونلاين حول موقف الجزائر من خطاب العاهل المغربي الاخير اكتفى مصدر قريب من الملف بتعليق جاف لا يمكن التعليق على لا حدث، ويشار الى ان السلطات الجزائري وحتى الاعلام والشارع تجاهل كليا موضوع الخطاب الجديد ولم يصدر اي رد رسمي بشانه. انا ملي كنشوف مصدر قريب من ملف العلاقات مع المغرب يعني مصدر حكومي رسمي. الغريب والعجيب هو انه لماذا لم تملك الجرأة لتظهر لنا الهويه ديال الشخص هذا المصدر؟ بحال درتو ديك اللعيبه الملك بالكونت ديالو اوفيسيل صوتا وصوره امام العلن خرج بتصريح انتم تخبيتوا في دي فوكونت وكتنقلوا على هاد لي فوكونت الرد، علاش ما كانش عندكم يعني ما كانش عندكم القوه باش تردوا على الملك؟ انا نقول لك علاش. الملك حشركم في الزاويه، اذا كان كذبون هذه واحد السنتين فيما تكلم عن المغرب يتكلم بسوء، الجرائد ديالكم فيما تكلمت عن ملك المغرب تتكلم بسوء، ولكن حينما يرد المغرب يرد خصوصا الملك اللي هو الرمز ديال البلاد يرد بحكمه ورزانه وسلم. هنا كتبان في العلاقات الدوليه العالم راه كله كيتفرج وكيشوف، كيشوف هذا كيفاش كيتصرف مع هذا وكيشوف هذا كيفاش كيرد على هذا. يعني اليوم حشركم في الزاوية ولم يستطع أي رجل من فيكم إن كان هناك حقا رجال أن يخرج بتصريح ليرد على الملك، لأنه غدبان قزم أمام العالم. العالم غادي يشوف ملك المغرب يمد اليد في حين أن هذاك الإنسان اللي غادي يصرح ما يعني ما عندوش الجرأة باش يرد وما غاديش ترد، ما غاديش تقدروا تردوا اصلا. شي وحدين فيكم بداو كيقولوا لنا الاوضاع المزريه في المغرب وكذا وكذا وكذا، حل حنا لحد الان اسيدي كاين الغلاء كما كاين في العالم كامل كما كاين عندك انت، ولكن لحد الان ولله الحمد الموجود كاين، ما عندناش الطوابير حتى في الكاربيرون في المازوت ما عندناش، في حين اننا كنشوفوا في مدن الجنوب ديالكم كاينه طوابير حول الكاربيرون مع اعتبار انكم دوله تنتج وتصدر الغاز والنفط والمحروقات. علاش؟ لان راه قلنا في واحد الحلقه الطاقه الانتاجيه ديال البلاد ديالك ما تقدرش تنتج بزاف، في حين ان الدوله التزمت بزاف ديال العقود خصوصا مع الطاليان، لهذا باش ترضي الطاليان خاصها تهز من السوق المحليه ومن لابار ديال المواطن الجزائري وتعطيها لموريتانيا، وبالتالي غادي يكون عندك العجز. هنا فين كيف هنا 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 فين كنلقاو الفرق بين الدولتين، بين المغرب والجزائر، بين دوله تفكر في شعبها وبين دوله تفكر فقط في يعني الجيوب ديال هذوك الناس اللي حاكمين، وكذلك الرشاوي اعطاء الرشاوي للدول، مع العلم انه مثلا واحد المسؤول جاء ايطالي تكلم وقال بانكم كتعطوهم وكتبيعوهم الكاربيرون بنصف الثمن. اليوم الجزائريين وصلت فيهم اللي ربح، وحسب واحد الصحيفه يعني تابعه لراديو موزايك اف ام في تونس قالت بان الجزائريون قد اغلقوا الطريق نحو تونس، اغلقوا الحدود بالضبط في ولاية أو مدينة عين الزرقاء بولاية تبسة، ها هو المقال نظيرة أو ضد يعني الحالة المزرية التي يعيشها الجزائريون في هذه المدينة. إذن أنت يعني كنقولوا الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين، مدينة حدودية مع الجزائر كدوز منها الطروة كتمشي لتونس، هادشي كله من أجل رشوة تونس. بزاف عليكم الملكية، بزاف عليكم المغرب. أنا ويعني كل ما كنتيقش في الملكية يعني كل ما كنتش كنتيق غادي نلوض وغادي نقول أنا ضد القرار ديال الملك، وفعلا أنا الآن من هذا الموقع بغيت القطيعة الدائمة مع هذه الدولة، واخا سيدي عندنا مصلحة معكم واخا انتم عندنا يعني مصلحة متبادلة بين الدولتين، ولكن اخويا والله القسم الى القطيعة المطلقة اللي بيتها الابدية بيننا وبينكم.
ولكن لأننا نثق في الملك ونثق في سياسة الملك وفي حكمة الملك نقول له سير احنا معك، احنا معك، واخا احنا علامة استفهام والصورة ما كتبانش لنا كلها، ولكن نثق في الملكية ونثق في رؤية الملك والزاوية التي يرى منها الملك. خدنا نهاية ديال هذه الحلقة الصباحية، ما تنساوش الدعم ديالنا بابوني اشتراك تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.